بسم الله، تعالوا نبص بصة كده سريعة على التكييف. ما اقصدش طبعا التكييف بتاع المخدرات والحاجات ديت، انا قصدي على الجيفاك هيتنج فنتليشن اير كونديشن. دلوقتي احط اير تيرمينال، تمام. في اي فامل عندي بينقسم نوعين، في نوع اللي هو بيبقى هوستد وفي ان هوستد. هوستد يعني بيحتاج لحاجة تحضنه، بيحتاج ان هو يتحط في قلب حاجة، لما يتحط على الأرضية، لما يتحط على على السيلينج، لما يتحط على الحائط، تمام. لا هوستد بلاقي التلات خيارات الموجودين، بختار انا عايز احط فيرتيكال ولا فيس ولا ورك بلان. انا اختار اللي هو العادي، اللي هو مش مرتبط بأي حاجة خالص، وراح احط واحد هنا، تمام. هخش في الخصائص بتاعته، اخلي الاوفست بتاعه ارتفاعه عن سطح الارض قريب من السيلينج، يعني 2600. انا السيلينج عندي هنا في المشروع ده 2600. اوكي، بعد كده اخد كوبي من الناحية التانية، انا عايزها تمام. دلوقتي بقى عندي تلات تكييف اير كوند وعايز اربطهم ببعض، اعلم عليهم دوس كنترول وانا بضغط عليهم، بلاقي حاجة جاتلي جنريت لي اوت، بدوس عليها بيربط التلاتة ببعض بصوج. ده شكل منهم، ممكن اغير اقول له انا مش عايز النتورك، عايز البرانتر، مش عايز البرانتر، عايز الشكل دوت. بشوف ايه الشكل اللي انا مستريح له واقول له فينش لي اوت، خلاص بيربط بينهم، تمام. لو انا عايز اشوف الموضوع ده في السكشن، باجي هنا سكشن واقول له جوت فيو، خلاص بيوري الشكل بتاعه هيبقى موجود ازاي. عايز اشوف 3D، بشوف 3D. انا شفت ازاي الريفت بيربط بينهم بسهولة. عمرو سليم.